السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في قناتكم العربية المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. إخواني الكرام، اليوم مرة أخرى سوف نقوم بشرح هذا الموقع، موقع رائع جدا، موقع ممتاز طبعا بالنسبة للاستثمار. هو موقع استثماري، ولا أنصح أحد أبدا بالاستثمار في هذا الموقع. لذلك أخي الكريم، إذا كنت قد استثمرت في مثل تلك المواقع فأنا أنصحك ألا تقوم أبدا بالاستثمار في هذا أو في مثل تلك المواقع. إخواني الكرام، اليوم سوف نقوم بشرح لكم هذا الموقع الاستثماري الرائع جدا، هذا الموقع الاستثماري الأكثر من رائع، هذا الموقع الاستثماري طبعا لا ننصح أحد أبدا بالاستثمار فيه. ولكن أخي الكريم، إذا كنت تريد أن تقوم بالربح من هذا الموقع فكل ما عليك أن تقوم بماذا؟ بعمل فيديوهات لهذا الموقع إذا كانت لديك قناة على اليوتيوب، أو عمل منشور على الفيسبوك أو التويتر أو التليجرام أخي الكريم، أو بإمكانك أن تقوم بعمل لايك أو إعجاب على الترست بيلت أخي الكريم. هذا المواقع مواقع رائعة جدا، لأن بإمكاننا أن نربح منها مجانا، بإمكاننا أن نربح منها مجانا. فكل ما عليك أخي الكريم هو أن تقوم بالتالي، أن تقوم فقط بأن يكون لديك قناة يوتيوب لديها أكثر من 200 مشترك، واعمل مثل ما نقوم نحن بعملي. طبعا إذا أردت التفاصيل الخاصة بتلك الأشياء فقط قم بمراسلتنا أسفل الفيديو ليصلك كل التفاصيل الخاصة بتلك الأشياء. أيضا بالنسبة للاستثمار في العملات الرقمية، نحن قمنا سابقا بالتحدث عن ذلك، وأن البيتكوين سوف يتجه إلى اتجاه صاروخي نحو 100,000 أخي الكريم. إذا لم تكن تعرف ذلك فأنا قد قلت لك ذلك الآن أخي الكريم. بالنسبة للأشياء الأخرى مثل الاستثمار في غير هذا، أنا لا أنصحك إلا بالعملات الرقمية. لماذا؟ لأنها هي الفيوتشر، هي المستقبل، هي الاتجاه الحالي للعالم، هي كل شيء بالنسبة للثروة المالية. وكما تعرفون أن أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، هذا الشخص الآن قد نشر منشور، أو قبل يوم نشر منشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في قناتكم العربية المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. إخواني الكرام، اليوم مرة أخرى سوف نقوم بشرح هذا الموقع، موقع رائع جدا، موقع ممتاز طبعا بالنسبة للاستثمار. هو موقع استثماري، ولا أنصح أحد أبدا بالاستثمار في هذا الموقع. لذلك أخي الكريم، إذا كنت قد استثمرت في مثل تلك المواقع فأنا أنصحك ألا تقوم أبدا بالاستثمار في هذا أو في مثل تلك المواقع. إخواني الكرام، اليوم سوف نقوم بشرح لكم هذا الموقع الاستثماري الرائع جدا، هذا الموقع الاستثماري الأكثر من رائع، هذا الموقع الاستثماري طبعا لا ننصح أحد أبدا بالاستثمار فيه. ولكن أخي الكريم، إذا كنت تريد أن تقوم بالربح من هذا الموقع فكل ما عليك أن تقوم بماذا؟ بعمل فيديوهات لهذا الموقع إذا كانت لديك قناة على اليوتيوب، أو عمل منشور على الفيسبوك أو التويتر.